بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. صدق الله العظيم. خير يا بنتي. شيخ زياد، أنا كنت عايزة أطلب منك طلب. كنت عايزة أسافر مع أستاذ أمير أروح أشوف أبوي. ما هو أكيد يعني أبوي عيان، مش معقول يكون عارف المرمطة والبهدلة اللي أنا فيها دي ويكون سايبني كده. أكيد عيان. والنبي ما تقول لأ. ماشي ماشي يا تميمة، خش نامي وصباح أرواح. إيه تاني؟ كنت يعني عايزة استأذنك أنزل بقى شغلي. لا دي بقى لا. معلش يا شيخ زياد، أنا مش متعودة يعني على الأكل والنوم والراحة دي، عايزة أنزل أشوف مصلحتي. طب أنت بس اهدي كده لغاية ما نشوف لك شغلانة كويسة غير الشغلانة اللي كنت بتشتغليها دي. طب معلش أنزل أروح الشغل بتاعي لغاية ما نلاقي شغلة تانية. يا بنتي طب بقولك إيه، تيجي نأجل الكلام في الموضوع ده لغاية ما ترجع من عند أبوكي. ماشي يلا خشي نامي. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. كميليا، هو في حاجة مضايقاكي؟ لا أبدا، أنا مبسوطة إن أنا قاعدة معاك. أمال أنا حاسس إنك أنت مش مبسوطة خالص. لا خالص يا سمير، ما تقولش كده. انا اسعد وقت في حياتي هو الوقت اللي انا بقضيه معاك. على فكره انا لغيت اتفاقي مع مكتب ديكور، عايزك تشوفي مكتب تاني. هو انت برضو نفذت اللي في دماغك؟ هو انا مش قلت لك ان انا مرتاحه مع المكتب ده يا سمير؟ وانا مش مرتاح عشان انا اتناقش معاهم في الالوان وطلعوا ما بيفهموش، ما عندهمش ذوق. انا عايز اعرف حاجه واحده، هيفرق معاك ايه ده ولا ده ولا ده؟ هو مين اللي مرتاح ولا مين اللي هيشوف المكان، انا ولا انت؟ معاك حق. سمير سمير، هو انت زعلت مني؟ انا مش قصدي حبيبي، انا قصدي ان انا العروسه وان انا اللي من حقي اختار. خلاص انا قلت لك معاكي حق. خلاص بس مش كنتي تقولي انك هتشتغلي عند عبد العزيز بيه؟ تقصدي ايه؟ يعني كان من الاصول ان انت تقولي لسلامه برضه. انا كنت هقول لسلامه وبعدين فكرت لقيته ان هو عمل لي خدمه لامي قبل كده، فقلت خلاص بقى هو لو عبد العزيز بيه عايز يشغلني هيشغلني. صحيح، بس تصدقي يا بت انا عمري ما جه في بالي ان انا وانت نشتغل في مكان واحد. انا اتبسطت قوي يا هاله، قلت هنونس بعض. او النبي نونس بعض بلا زهق يا شيخ. بس عارفه الواد سمير بيه ده طلع جدع قوي، يعني انه صعبان عليا لو كان بس مفتح. يلا الله يصبره يا رب يا اختي. يلا صباح على خير. صباح على خير يا قمر. تكميلة ملزقة. ماما ماما، ايه اللي منامك في البرد ده؟ اكيد لسه ما اكلتيش كمان. يا حبيبتي، معقولة اكل من غيرك يا حبيبتي؟ ده انا كنت النهارده عايزه اتصل بيكي بس قلت بقى لا، ده أول يوم مش معقولة أقلقك. طب أنا هقوم أحضر لك الأكل. تعالي هنا، أنت شكلك كده متضايق من حاجة، في حد ضايقك؟ مفيش يا ماما، بس حسيت إني حسيتي؟ قولي يا حبيبتي، طلعي اللي في قلبك، في إيه؟ حسيت إني خدامة. خدامة؟ لا لا، انت الشغل ده مش هتروحي من بكره. لا هروح. لا مش هتروح. لا لازم اروح لان احنا محتاجين الفلوس يا ماما، وانا مش هرجع لشغلانتي الاولانيه دي تاني. واذا كنت كده خدامه او كده خدامه يبقى اللي انا فيه احسن. اقول لك انت هتروحي الشغل يا عليا عشان انت مش خدامه، انت بتجري على اكل عيشك، بتجري على لقمه حلال، والحمد لله ربنا اكرمنا وادانا شغله كويسه عند ناس محترمين، ناس يعرفوا ربنا. هم خدمونا لما دفعونا فلوس المستشفى، يبقى احنا نعمل ايه؟ نخدمهم بعينينا
ونمد لهم ايدينا علشان الشغل لا عيب ولا حرام. حضرتك ليه بتحلي وتخففي المرار اللي احنا فيه؟ وماله؟ وهي الدنيا ايه غير شويه اعذار بنقولها لبعض؟ عارفه يا عليا احنا عايشين في الدنيا دي محدش عارف مين اللي هيروح قبل التاني، يجعل يومي قبل يومك يا حبيبتي. بس نعمل ايه بقى؟ لازم نعافر فيها ونحارب فيه علشان ما نحتاجش لحد ولا حد يهنا. عارفه يا عليا اللي يعيش في الدنيا دي مش محتاج لحد يبقى مالك الدنيا وما فيها، وده عمره ما بيحصل. ريحي بالك وروقي دماغك يا حبيبتي. طب انا هقول لك على حاجه انت اول مره تسمعيها. انا وابوكي زمان كنا لما نبقى متضايقين كده نعمل ايه؟ نفتح الراديو ونجيب اذاعه الست ونقعد ونسرح معاها ونسمع ونقول قولي يا بنت معايا. وصفولي الصدر لقيته خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يا دوب يا بنت قولي. الله يحزك يا عليا يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. وهم الناس يعني اللي عايشين في عز يفرقوا عنك في ايه؟ ولا احلى منك في ايه؟ النبي قمر. سوكا خلي بالك من العربيه. يعني سلامه ده مش كان يبقى غني حبتين؟ ولا انا الفقر بيجري ورايا بالمشوار؟ والله يا بنتي هلا انت تستاهلي احسن من سلامه ده 100 مره. يا سلام يا سلام لو سمير بيه ده كان بيشوف والنبي ما كان سابك هنقول ايه؟ فقري فقري. وليه الفقري فقري؟ ليه ما يغتنيش ويبقى أحسن؟ يعني هما كل الأغنياء اتولدوا كده. والنبي بكرة تروق وتحلى يا هلول.